السلام عليكم. Hello my dear students, my dear viewers and my dear followers. Again, English in another shape with teacher رحيد استقلال. حياكم الله طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي ميجا جول 1. هنراجع النهاردة التدريبات والاختبارات حق يونيت 4 الوحدة الرابعة بعنوان The Art of Advertising. ناس كتيرة بتنطق the وبعض الناس تنطقها they. يا أخوي ينطقها the أو the. متى تنطقها ذي؟ لو جاء بعدها كلمة تبدأ بفاول حرف متحرك. وش هي الحروف المتحركة؟ A, E, I, O, U. هذه الحروف المتحركة طال عمرك. أجل تقولها ذي. The art, the airport, okay, the ocean. إنما حرف ساكن عادي تقول the goal, the book. Okay, okay. هذه معلومة على الطاير. نقول بسم الله. الفوكابيولري اللي عندنا المفردات. درس المفردات اللي عندنا اختياري جميل جدا. يقول لك طال عمرك Laptop computers are ايش بالكي يعني دبة ولا ريفريشنج ولا ليذر بالله في لابتوب جلد ولا بورتابل يعني محمول. اجل هي الاجابه الصحيحه طال عمرك. اوكي اجل دي هي الاجابه الصحيحه يا اخوان. نقدمها كده ونشيل هذه ما لها داعي ما نبيها هذه ما نبيها هيا. اوكي نمبر 2 يقول لك a compact car. ركز معي في نمبر 2 هذه. A compact car is very كلمة compact يعني سيارة صغيرة مضغوطة ملفوفة جابها حبة الملفوف ورق العنب صغيرة مرة. وش نقول عليها ال compact car is very small. Very good. برافو. أجل جابها answer. Okay. Number 3 يقول لك يا طويل العمر والسلامة credit cards were developed because تم تطوير البطاقات الائتمانية ليش؟ Paying for everything with cash became لأن دفع كل شيء بالفلوس الكاش أصبح هيا 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 وتجابك هنية impractical يعني غير عملي. أجل الإجابة دي طال عمرك واضح يا إخوان؟ أوكي impractical. Number 4 نشيل number 5 ننزلها تحت الحين هيا انزلي تحت. Number 4 a common status symbol is old car, used car, and expensive car or compact car. علامة مميزة كلمة status symbol is طبعا هذه expensive car سيارة غالية باهظة الثمن بنتلي لامبورجيني فيراري. اوكي الله يكتب لنا الجنة بس قولوا امين. Number 5 يقول لك طال عمرك it's nice to be able to your computer or choose what options do to include on it. من اللطيف من الظريف من الجميل انك تقدر انك ايش الكمبيوتر حقك خلاص or choose what options to customize كلمة customize. اوكي ريسيو. اوكي يبقى هنا قلنا اجابتها customize يعني يعدل السيارة عشان تكون مناسبة له. اوكي الاجابة customize اللي هي بي. نيجي نمبر 6 يقول لك يا طويل العمر والسلامه when a person is impolite لما بيكون شخص قليل الادب he or she is اما هذا سؤال والله سهل impolite اهي خليها بالاحمر عشان تكون واضحه impolite معناها not polite فهمت علي؟ اوكي يعني غير مؤدب طال عمرك طبعا كلكم ناس محترمين. اوكي طلابي كلهم الحمد لله ما في احد منهم امبولايت الله كريم. اجل جرامر شوف the best answer to fill in the blank in each question اختار الايش شو اسمه الاجابه الصحيحه to fill in عشان تعبي الايش المطلوب. نقول بسم الله. طيب يا اخوان نقول الجرامر بسم الله. Something space delicious. What's for dinner? في حاجة ريحتها مرة حلوة تمشي كده تشمشم على البيك ولا الطازج. يا هو الريحة مرة قوية مرة طعمة شهية فتقول smells أي حاجة خاصة بالdelicious. What's for dinner? ما ينفعش نقول tastes. Okay, something smells. أنت لسه ما أكلت وش الدليل؟ بيقول وش اللي على العشاء اللي بينطبخ اليوم؟ What's for dinner? إيش اللي تسووه على العشاء؟ معنى كده إنه ما أكل عشان كده ما أخذنا tastes. والا لو كان اكل كنا اخذنا تيست تذوق انما احنا اخذناها سميلز حاجه ريحتها مره طعمه وحلوه ريحتها مره شهيه. نقول اللي بعدها
اوكي نمبر 8 اي لايك ذات شيرت انا بحب القميص ده ذا كولر ريد سبيس جود اون يو اللون الاحمر اور ذا ريد كولر الافضل يعني ذا ريد كولر لوكس يبدو هنا الشكل نقول لوكس جود اون يو شكله مره حلو عليك اوكي خلي بالكم من الجمل ده يا اخوان ممكن كل شيء يتكرر ما تدري ايش السالفه نمبر 9 كيلي واتس ذات نويز وايش الازعاج هذا يا كيلي وايش عندك كيلي هذه بتسال ايرين فايرين قالت لها it like someone is outside it sounds ليش خدنا sounds لان ازعاج يعني صوت طال عمرك sounds تيجي مع الصوت it sounds like someone is outside okay هنا ياهو والله جمل يا اولاد جمل مره مكاره انتبه لها يقول لك ايش the used car is $12,000 السياره المستعمله ثمنها $12,000 with a new car is $12,000 حتى السياره الجديده افا $12,000 احنا الاثنين زي بعض سمسم سليك سمسم ترى سمسم هذه انجليزيه ما هي بنغاليه سمسم سيم جاي ماخوذه من كلمه سيم اور ذا سيم اجل طال عمرك وايش الاجابه الصحيحه ايش معنى الاثنين زي بعض يعني تساوي يعني سيميلي تشبيه قاعده as 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 هذه هي as as اوكي يا هزاز يقول لك The used car is سيارة المستعملة is as expensive as غالية زي أو مثل the new car هذه الإجابة الصحيحة المعنى الجملة دي مو معناها أن واحدة أرخص من الثانية أو واحدة أغلى من الثانية ولا مدري إيش لا الاثنين زي بعض بالضبط عشان as للتساوي فهمت علي number 11 عمر is 18 years old عمر عنده 18 سنة علي is 20 years old والواد علي عنده 20 سنة okay طبعا الامريكان يقولوا على 20 20 البريطانيين 20 شفت كيف مره مختلفه في النطق اوكي هتقول ايش المعنى ان الواد علي اكبر من عمر تعال نشوف كده فين 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 علي is older as عمر والله ما تيجي علي is as old والله ما تيجي عمر is not as old as علي اوه والله هرجة يعني الواد عمر ما هو كبير في سن علي هذه هي الاجابه يا اخوان شفتوا كيف معنى الكلام انتبهوا له الإجابة هتكون A انتبه طال عمرك وانتبه يا أختي عمر is not as old as علي صح لأن عمر عنده 18 سنة والولد علي عنده 20 سنة عشان نحط as بس ننفيها في الأول نقول عمر ما هو بسن علي ما هو بعمر علي عمر is not as old as علي okay answer A هي الإجابة الصحيحة نشوف النوع الثاني transformation تحويل وما التحويل طبعا خرابيط هذه ان شاء الله كل الشغل المنصات والاونلاين هيجي عن طريق شو اسمه الاختياري فاحنا نشوف كيف الجمله يقول لك change in sentences from active to passive يعني حول كل جمله من المبني للمعلوم المبني للمجهول كيف الطريقه شوف المفعول به فين ابدا به وتشوف الزمن هنا مثلا will اجل هتحط will be وتشوف الباست بارتيسيبل من الفعل اللي بعده will drive يصير driven اجل وين المفعول به يا اخوان وين المفعول به؟ more efficient cars in the future هتبقى الإجابة كده in the future more efficient cars will be driven هذه ركز على هذه الجزئية اللي هلونها لك الآن هتجيك اختيارية طول العمر والسلامة يقول لك إيش؟ in the future more efficient cars فراغ هيقول لك will drive بالله ينفع السيارات تسوق نفسها will be drive ما ينفع will driven كده على طول ما يصير يا اخوي will be driven هي الاجابه الصحيحه تحط will وبي والتصريف الثالث بس ما ابغى خرابيط زياده number 14 وش فيها يعني number 14 تخوفنا بعد لا تخاف يقول لك ايزاك نيوتن هذا اللي قروشنا حق الفيزياء وقوانين يا اخوي كنت كل التفاحه وريحنا والله ما ادري هذا هو اينشتاين ولا نيوتن ما ادري لا نيوتن هذا حق قوانين هو حق التفاحة؟ يب اوكي ثانك يو محمد ولد يقول ايوه ايوه نيوتن اخوي كنت اقول التفاحة واخلص اكلها وقاعد يفكر وايش اللي طيحها؟ ها في حاجة اسمها جرافيتي الجاذبية هذا هو اللي طلع بوزنا في الفيزياء اوكي ايزاك نيوتن ديسكفرد ذا لو اوف جرافيتي الواد ايزاك نيوتن ده اكتشف قانون الجاذبية اجل المفعول به قانون الجاذبية هتبدا ب ذا لو اوف جرافيتي هذا هو ابدأ بقانون الجاذبية
ماضي ايوه اجل واز اوير. طب هذا مفرد لو واحد قانون واحد يبقى واز، والتصريف الثالث ابو ايدي والله سهله ابو ايدي هو ابو ايدي. كيف تيجي في الاختبار؟ ذا لو اوف جرافيتي. اها هذه شفت الجزئيه اللي بلونها لك دحينه، هذه هي شفت هني، تعال طول هني ها. واز ديسكفرد، واز ديسكفرد اجل واز ديسكفرد ايوه. كيف تيجي؟ يقول لك يا طويل العمر والسلامه ذا لو اوف جرافيتي سبيس فراغ، space ما نقول فراغ، space by Isaac Newton هنقول discovered على طول كده غلط، discover كده مرة ما ينفع، discovers والله ما يجي، is discovered يا أخوي is discovered إذا نيوتن مات من 100 سنة، كيف is؟ أجل was discovered هي الإجابة الصحيحة وتختارها وتكون الإجابة الصح 100%. أوكي أوكي نزل 15 تحت هيا وتجابك هنيا هيا تعال نقول people all over the world have read. ترى تقولها كده read. التصريف الثالث من read. read read read. ترى ينكتب نفس الهرجة الأولى ترى بس يتنطق كأنه لون أحمر. فهمت علي كيف؟ have read that story. وين المفعول به الأوبجكت؟ هذا that story يا أخوي. لازم تحدد وين المفعول به. لو حددت وين المفعول به تقدر تبني الجملة للباسيف بدون أي مشاكل ترى. that story يبدأ بيها. طب طل 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 طل. هاي هاي. وين زمن الجملة؟ هاف وتصريف ثالث أجل هيصير فيها هرجة بين مع التصريف الثالث. بس ستوري هذه مفرد أيوة. أقول هاف والله ما يصير يا أخوي عيب عليك. تقول has أجل that story has been read يهو has مع بين والتصريف الثالث من الفعل read تقول read بس شكرا خلصت. كيف أسألك فيها في الاختبار؟ the story space أقول لك هنا ما في يا أخوي يبعد the story وهذه ما هي موجودة by people all over the world. حصلت باي يعني الهرجة فيها باسيف مبني للمجهول والقصة ما هتقرأ نفسها طال عمرك أجل فيها هرجة مبني للمجهول باسيف. أنا أقول لك في الاختيارات has read غلط has been reading غلط has been reads بالإس غلط has reading والله غلط وإيش صح has been read or has been هو الصح نقولها has been أو has been أوكي بس يعني has been اختفها كده has been read يعني تقرا. اوكي خلصنا الفوكابولري والجرامر نيجي على الريدنج يا طول العمر والسلامه قطعه قراءه وعليها اسئله نعلمكم كيف طريقه. هذه قطعه فولس ادفرتايزنج الاعلانات الخاطئه بعنوان الاعلانات او الدعايه الخاطئه. هذه قطعه طويله ما علينا منها. تعال نشوف الجمل اللي عليها نشوف تحت كده نمبر 16 يقول لك ايش؟ فولس ادفرتايزنج الاعلانات الخاطئه از الاجابه هنا لو رجعنا للقطعه ان ترو انفورميشن بتديك معلومات غير صحيحه اجل الاجابه بي كي طول العمر الاجابه هنا تكون بي لعل وعسى تضرب معاك الحظ وتجيك القطعه يا هو يبقى يعني بس ذاكرها يكون تعبت في شيء وربنا ما ضيع تعبك. طرف مراجعات حقتي هيكون عندك كم قطعه طول العمر؟ حوالي 6 أو 7 قطع قراءه ممكن حظك يضرب وتجيك واحدة منهم بالنص. ذاكر بس ذاكر وتعب وكرف. 17 an example of false advertising is when احد امثلة الدعاية الخاطئة دعاية يعني الغير صحيحة عندما ايش هذه الاجابة يقول لك computer is always on sale يعني يقول لك مثلا الكمبيوتر ده على طول on sale معروض للبيع ما خلص يعني ولا كيف وعليها عرض على طول على طول تخفيض كيف يعني؟ هذه هي الإجابة الصحيحة. 18 number 18 the product المنتج in the store اللي في المتجر didn't look as good as it did in the picture. أها means the product يعني المنتج اللي موجود في الصورة غير المعروض. أها اللي رحت شفته الله هذا غير المعروض. وش يعني الكلام هذا؟ معناها look better in the picture أوه ان المنتج ده في الصوره والله شكله يا هو تشوف الخلاط الميكس في الصوره كبير كانه يا اخوي شاول ولا حراسه. فهمت علي؟ تروح تشوفه تحصله خلاط لعبه طال عمرك. والله حصلت معي مروحه يقول لك مروحه السحريه حطها على المكتب وحط فيها ثلج ومويه وتخليك تغنيك عن التكييف عن الكونديشن. اوكي تروح يا هو حصلتها جبتها عن طريق التطبيق يا ولد لعبه. ايش هذا؟ لعبه ما هي بمروح ترى. انتبهوا هذه بيسموها الفولس ادفرتايزنج. اوكي
نيجي نمبر 19 طال عمرك نمبر 19 وش يقول بعد ارجع هنا السيل برايس از السيل برايس السعر اللي هو عليه سيل يعني تخفيض او عرض از ذان ذا يوجوال برايس المفروض ان السيل يكون ارخص اقل صح اجل always lower يعني دائما يكون اقل منخفض السعر فهمتوا علي كيف طيب number 20 وش يقول an example of false advertising is when احد امثله الفولس ادفرتايزنج when ايش تعالوا نشوف when ايش نزلها هنا عشان نبقى كلها مع بعضها اوكي when ها you cannot ما تقدر buy the product in the store ما تقدر تروح تشتريه من المتجر نفسه يقول لك لا اونلاين بس يا اخوي والله ما هو متوفر في المتجر اعرف انه على طول فيها هرجه انتبه لا تشتري خلاص يا اخوان نيجي للترو والفولس ترو اند فولس صح وخطا ترو صح فولس خطا انتبهوا بعض الطلاب حتى الان والله ما تفرق بين ترو والفولس هذا مصيبه اكفى يا اخوي هنا هذا listening المفروض ان هذا اوديو ان شاء الله بسوي لكم كده فيديو او اثنين عن طريقه الاستماع كيف تتحل هنشغل قطعة مثلا وليكن القطعة دي هتشتغل قدامك شايفها وسامع الصوت حق السي دي مع التسجيلات موجودة هذا سي دي 2 تراك 8 هدخل عليه موجود عندي واشغله ويطلع عندك الصوت والصورة القطعة والصوت وبعد ما نسمع ونشبع من السمع نسمعها مرة واثنين وثلاثة فهمت علي؟ بس الأفضل نقرأ الأسئلة الأول يا شباب هذه طريقة حل الليسنينج ترى أسمع الأول الأسئلة وبعدين اقرأ الأسئلة عفوا وبعدين تسمع وتجا ان شاء الله يجيك الالهام والوحي يجيك كذا ان شاء الله باذن الله وتجاوب صح كله اوكي نقول بسم الله عفوا معلش 21 مايكل فاراداي was the first person to communicate هذا فاراداي ده اللي عمل المجال الكهرومغناطيسي والكهرباء والالكتروماجنتيك حركات اول شخص عمل communicate through the wireless atmosphere الاجابه كانت false طبعا ما كان هذا الرجال كان واحد تاني مو هو طلع مو هو ما هو فاراداي اوكي 22 دكتور لوميس وش بو ادنتست واو طبيب اسنان ترانسميتد اند ريسيفد مسج ثرو ذا اتموسفير ده اول واحد سوى رسائل عن طريق الغلاف او الهواء الفراغ الجوي كان الاول كله اسلاك طال عمرك كله الاول التليفونات اسلاك فهمت كيف هذا اول واحد سوى اتصال لاسلكي وايرلس اوكي Number 23, Dr. Martin Cooper invented, اخترع and used the first cellular phone. أول واحد سوى هاتف خلوي. شوفوا هذا الرجال. هذا هو المسؤول عن كل الجوالات اللي في يدنا الآن. هذا هو. Martin Cooper. احفظوا الاسم ده يا جماعة. قالوا كوبر هو اللي سوى لنا الجوال. كان عام 1973. طال عمرك الإجابة صحيحة. هذا هو كوبر هذا. هذا أس الفساد. Okay. 24 سيل فون ترى صوتي مره من الازعاج والحصص نشرح في الصباح المنصه ونصيح هنا ونشرح هنا فاعذروني على الصوت 24 سيل فونز وير ميد افيلبل الجوالات خلت من المتاح تو ذا بابليك يعني للعامه او الجمهور او الشعب All over the world in 1977. لا الإجابة خاطئة مو هو التاريخ هذا على بعض. ما خطأني مو التاريخ ده صحيح. Number 25. It took almost 40 years for cellular phones. استغرق الموضوع 40 سنة تقريبا عشان السير خدماته تصبح widely accessible. يعني متاحة بتوسع في جميع أنحاء العالم. الإجابة صحيحة. True. آخر شيء. طال عمرك والسلامة. Show the best answer to fill in the blank in each question. يقول لك يا طول العمر 26. Space blank on that chair. احنا نقول على الفراغ space او blank. خلاص ما نقول فراغ. Blank او فراغ. فراغ تاني لا اله الا الله. Blank on that chair. It's just been painted. وش السالفة? وش نقول بعد هنا? واو لما اجي امرك بعطيك امر imperative بالنفي. اقول لك don't وبعدها الفعل في المصدر. اجي الاجابة الصحيحة don't. Don't sit. لا تجلس هنا. لا تجلس هنا في بويا. Don't sit. هذه الإجابة الصحيحة. فهمت كيف؟ يبقى لما جاء مرك
احط دونت في الاول وبعدها الفعل فاضي ساده زي القهوه الساده بدون اي اضافات. Don't sit on that chair. لا تجلس على الكرسي. It's just been painted. تو مدهون. تو عليه البويا. Okay. 27. نختم بها اللقاء. Dad. Dad بيكلم جاك. بيقول له يا جاك. Which shoes are yours? أي حذاء حقك يا أخوي. جاك رد له يا بوي. هذولا. إيش؟ Ones يعني جمع. طب جمع يا أستاذ هذا شوز. يا أخوي ما هو شوز في اس الجمع. لأنه هو الحذاء حبتين يمين ويسار ولا بتلبس حبة واحدة يمديك يمديك أجل هو اللغة الإنجليزية أي شيء حبتين أوكي حبتين كده يقول لك عليه إيش ها يقول عليه مثنى يعني جمع يعني ones في الحالة في الحالة ذي وإيش هنا اللي جمع طال عمرك في كل هذولة هذا الإجابة those those اسم الإشارة للجمع يا إخوان تقول those those ones فهمتوا علي يا رب تكون راجعنا المعلومات حقت يونت 4 طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي نتمنى لكم التوفيق موعدنا الفيديو القادم مع يونت 5 وبعده يونت 6 إن شاء الله وبعده فيديو على 4 و 5 و 6 مجمعة سوا سوا صديق أوكي وإن شاء الله الله يوفقكم وما يخلقنا الاختبار ولا تنسونا من الدعاء ودعم القناة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.